يبقى السبب الثاني من اسباب تفريج الهموم دي كلها اللي احنا فيها دي كلها الدعاء. قوم وادعي. ما بتدعيش ليه؟ هو لازم يحصل كرب عشان ندعي؟ ده في ناس ما بتدعيش لا في السراء ولا في الضراء، وفي ناس ما بتدعيش في السراء لكن بتدعي في الضراء، وفي ناس بتدعي في الاثنين. ليه؟ لان عندي نص من حبيبي صلى الله عليه وسلم بيقول كالاتي، بيقول: من سره ان يكشف الله عنه ما به من كرب في الضراء فليكثر من الدعاء في السراء. خد بالك ان النبي بيعرفنا صلى الله عليه وسلم ان اللي يكثر من الدعاء في اثناء السراء، يعني ايه؟ انت قاعد مبسوط وسليم وزوجتك ما شاء الله زي الفل وولادك زي الفل والقش معدن والمشروع بتاعك ماشي والحمد لله وارباحه كويسه وبتتفسح وتبسط وعبد ربنا وكل حاجه والدنيا زي الفل ما فيش اي مشكله. فلما تقول له ايه ده؟ هيقول لك: ادعي ليه؟ بل الحمد لله الدنيا جميله يعني، فاهم ازاي؟ وزي الفل. لا، انت مش بتدعي عشان الدنيا وحشه، انت بتدعي حتى والدنيا كويسه عشان ربنا يحفظك لما الدنيا تبقى فيها مشاكل. خد بالك ان 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 من سره ان يفرج الله عنه عز وجل الكرب عند الشدائد فليكثر من الدعاء في السراء. ان وانت في السراء كده وفي عز ما انت قاعد كده مع زوجتك واولادك في شقتك الجميله اللي متشطبه اجمل تشطيب وقاعدين ومشغلين المكيف كده وقاعدين بتاكلوا ومبسوطين وتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يكفيك شر المصائب وان ربنا يصرف عنك كل حاجه وان ربنا يكرمك وان ربنا يوسع عليك وان وان وان، ويا ريت خليك ذكي بقى ادعي لكل اللي حواليك. يعني اقول لك حاجه ظاهره خالص، انا عملت عمرات كتيره جدا لا اعلم عددها، اقسم بالله انا ما عملت لنفسي الا عمره واحده، كل العمرات التانيه عملتها الناس لأمي وأبويا وقرايبي والناس حبايبي واوا، ما عملتش حاجة لنفسي غير مرة واحدة حجيت، هي مرة واحدة اللي خليتها لنفسي والباقي كله لغيري. ليه؟ أصل الأعمال دي عاملة بمثابة الدعاء للمسلم بظهر الغيب، بيبقى القبول فيها أقوى وأعظم وأفضل من دعائك أنت لنفسك. يعني أنا لو قعدت أقول إيه؟ يا رب اشفيني، يا رب وسع عليا، يا رب اكرمني، يا رب فرج همي، ان شاء الله ممكن يستجاب الدعاء بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. لكن يكون اكثر استجابه لما اجي مثلا اعرف ان مثلا اخويا فلان مثلا عنده كرب، فمثلا اقول: اللهم فرج كرب اخي فلان، اللهم وسع رزقه، اللهم احفظ له زوجته واولاده، اللهم بارك له في رزقه، اللهم. يقوم في ملك موكل، والحديث رواه مسلم: ما من مسلم يدعو لاخيه المسلم بظهر الغيب، مش في وشه، خد بالك، إلا وعنده ملك موكل مخصوص، ده حاجة كده سبيشال كده مخصوص، يقول: آمين ولك بمثل، ودعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك. طب ليه أفضل؟ لأن الإنسان ما يخلوش من ذنوب، كل واحد فينا عنده ذنوب وآفات ومشاكل وحاجات كده، واخد بالك؟ فممكن الذنوب دي تحول بين الإنسان وبين استجابة الدعاء. الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، دعوتهم يقينا مستجابة، لا يمكن يرد دعاء ملك. فلما يدعو الملك لك يبقى مستجاب الدعاء ليك ولأخوك، ولما يتفرج هم أخوك تاخد أجر تفريج همه، يبقى أنت ضربت عصفورين بحجر، إن استجيب دعائك والناحية التانية خدت أجر تفريج الهم عن أخوك اللي أنت دعيت له دعوة جميلة بظهر الغيب. اسمع قول المولى عز وجل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. الله، محتاجين أن احنا نستحضر معنى الآية دي، يعني كأن ربنا بيقول لك: أنت بتروح فين؟ أنت بتعمل إيه؟ هو في حد في الدنيا دي كلها بيجيب دعوة المضطر وبيكشف السوء إلا الله سبحانه وتعالى؟ ادعي وقوم ادعي واطلب من ربنا سبحانه وتعالى، وخصوصا يا جماعة في أوقات معينة وفي أزمنة معينة وفي أوضاع معينة، نختار منهم اتنين، لأن ده مش موضوعنا إن احنا نتكلم بقى عن مواطن استجابة الدعاء، ده في موضوع كبير بقى، يعني إيه اللي بنتكلم فيه في محاضرة كاملة إن شاء الله. وأنت ساجد بين إيدي ربنا واسجد واقترب، انت لما تسجد بين ايدين ربنا بتقرب، وقلت لك قبل كده تنزل تحت تطلع فوق، تسجد تنزل تحت بجبهتك والانف ومواضع السجود حطهم في الارض تقرب من ربنا.
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثروا من الدعاء، ده كلام حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، تكثر من الدعاء. وزي ما قلت لك ما تدعيش لنفسك بس، ادعي لنفسك ولكل إخوانك وحبيبك وقرايبك، وادعي للمسلمين في كل مكان.